ان ماشي احنا شوية. ان احنا ايا كان هذا هذه النسبه، احنا النهارده بتوع ال 100% من الشعب، مش 30% بس. احنا مش فقط ملك من انتخبنا، لا بالظبط. لا لا احنا ملك كل تمام الشعب المصري. بالظبط. رئيس تمام. السيسي طلعت في الانتخابات ما يقرب من 50%. هل معنى كده ان رئيس الجمهوريه مش ملك الشعب بالكامل؟ ملك الشعب طبعا بالكامل. تمام. واحنا يبقى معنى مصدق كده احنا نمثل الشعب، كافه طوائف الشعب. النقطه الثانيه اللي عايز اقولها في الحته دي قبل ما نعبر بقى للاداء جوه المجلس، التمثيل الرائع اللي موجود جوه المجلس دي نقطه يمكن ما حدش اتكلم فيها. بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ انت عندك لاول مره 89 تمثيل نسائي، عندك 89 امراه سيده شابه موجوده جوه المجلس. انت عارفه ان ده اكبر عدد من العنصر النسائي يكون موجود، اكبر عدد على مر برلمانات وايضا مصر. ذوي الاحتياجات الخاصه. تعالي بقى على الشباب، والشباب عدد كبير جدا جدا من الشباب. عايز اقول لك حاجه تفرح، 32 و35 و33 لغايه تحت ال 40، عدد ضخم جدا. تعالي بعد كده على ذوي الاحتياجات الخاصه لاول مره في البرلمان. تعالي النهارده تسعة. على 8 منتخبين وواحد معين. تسعه. تعالي بعد كده على ايضا تمثيل الاقباط. انت عندك اكبر عدد من الاقباط من المسيحيين موجود في البرلمان ده. يعني انت عندك اكبر تمثيل للمراه، اكبر تمثيل للشباب، تمثيل لذوي الاعاقه، اكبر تمثيل للمسيحيين. يبقى انت بتتكلمي ان ده افضل تمثيل لطوائف الشعب المختلفه جوه هذا البرلمان. عشان كده انا بقول هذا البرلمان يمثل ده الشعب. ده لا خلاف عليه يا دكتور. يعني عايز اقول ان البرلمان ده شكل الناس. ودي نقطه مهمه جدا. شكل الناس اللي موجود، ما هو المنتج بتاع الناس. ايوه اظن شكل المصريين. يعني ما بقول انا بقول انا بمثلك، يعني ايه لازم اكون شكلك. يعني بدون الاسقاط على مش مختلفين معاك، بدون الاسقاط على برلمانات سابقه. يعني كنا ساعات يعني اذا خلاص جمال بيه غير رايه بقى. لا ما غيرته. لا لا انا هنتقل بقى عشان اكمل. جمال اتفق. لا 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 انا عندي ملاحظات اخيره بس هرجع لحضرتك. انا هرجع ايه عايز بس دكتور محمد بدر بس يكمل وجهه نظره علشان بس هو الجناح بلاش المناوشات. و يبقى انا تعمل ايه ثلاث ساعات؟ ما انت لازم تناوش بلاش المناوشات الجانبيه بس. يبقى احنا كسبنا صوت دلوقتي. يعني الحمد لله خلاص انا هكسبكم ان شاء الله بقى يا فندم دلوقتي. انا كسبانكم من قبل. يعني اذا بنتكلم في نقطتين، في ان احنا ازاي بنمثل الناس. حاجتين، ان احنا بنمثل كل الشعب المصري، انتخابات نزيهه وحره شفافه، وان التمثيل جوه البرلمان كان بيمثل كافه الطوائف. الحاجتين دول يؤكدوا ان البرلمان شبه المجتمع المصري.